للمزيد مشاهدين الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد علي حسن. سيد محمد، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا. زيارة تأتي في توقيت هام وتوقيت حرج، امتدادا للعلاقات المصرية السعودية الرسيخة والتي تمتد إلى تاريخ طويل ما بين العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأسر وأواصر التعاون ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. إلى أي مدى يمكن أن ترتقي هذه العلاقات، وبالفعل هي علاقات استراتيجية، وفي هذا التوقيت بالتحديد سيد محمد؟ في الحقيقة الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية، تأتي في وقت يعني نشهد ما يحدث في المنطقة من أحداث متسارعة، وأيضا ما نشهده من يعني صراعات في المنطقة واتساع دائرة الصراع، بالإضافة إلى أن هناك توافق للرؤى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف القضايا الإقليمية، ونشهد حراكا من قبل القيادة السياسية المصرية و القيادة في المملكة العربية السعودية سواء كانت إقليميا أو دوليا لحل هذه الأزمات والصراعات خاصة منذ بدايتها. العلاقات المصرية السعودية طبعا علاقات ممتدة منذ ما يقرب من 100 عام، علاقات قوية على جميع الأصعدة كما أشرت حضرتك في بداية اللقاء، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإقليمية والاجتماعية وجميع الملفات، بالإضافة إلى أن الزيارة تأتي في توقيت يعني نتحدث عن القضية الفلسطينية، هناك توافق في الرؤى ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية خاصة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية. هناك مبادرات من المملكة العربية السعودية، هناك مبادرات وجهود حثيثة من جمهورية مصر العربية في هذا الشأن. بمناسبة تطوير أو تطور العلاقات، هناك طفرة تشهدها العلاقات ما بين مصر والسعودية خلال السنوات العشر الماضية، شهدنا تطورات هائلة وشراكات عديدة في ملفات مختلفة ما بين مصر والسعودية، وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتعاون ما بين والشراكات ما بين الوزارات في مصر والوزارات في والهيئات في المملكة العربية السعودية. وجدنا دفاعات من مصر عن مواقف للمملكة العربية السعودية، وأيضا دفاعات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمواقف من مصر في قضايا عديدة. أيضا على المستويات الاقتصادية تشهد العلاقات طفرة غير مسبوقة ما بين مصر والسعودية. الأرقام تتحدث يعني إذا استعرضنا بعضها. لو تأذن لي سيد محمد، لنا وقفة في العلاقات المصرية الاقتصادية بشكل محدد، وأود أن أتحدث معك عن مجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقديما قالوا أن لا يمكن للعرب أو لا يمكن لمصر أن تستغني عن العرب، وفي القلب منها المملكة العربية السعودية والعكس كذلك، أيضا هي جسر العروبة ونبض الأمتين العربية والإسلامية في مجمل العلاقات ما بين مصر والسعودية. كيف يمكن نرتقي بهذه العلاقات لأن تكون علاقات استراتيجية وفي المقدمة، بل وفيها خصوصية كبيرة كما عهدناها ما بين مصر والمملكة؟ بالفعل توجد خصوصية كبيرة للغاية بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وطبقا للإحصاءات والبيانات الرسمية بين البلدين، فالعلاقات السعودية المصرية يمكن أن نقول أنها نموذج يحتذى به في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بين البلدين يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة. دعنا نقول أيضا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار جنيه خلال عامي 2022 و2023 في آخر إحصائية موثقة ما بين التبادل الاقتصادي بين البلدين. أيضا
التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز الملامح الاقتصادية بين القاهرة والرياض في السنوات الأخيرة. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل ملحوظ للغاية ليبلغ في النصف الأول من العام الجاري 2024 قرابة 8 مليار دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنة بالنصف الأول من 2023. هناك أيضا منتجات عديدة يمكن أن تكون هي في الميزان التجاري بين البلدين، نذكر منها المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، وأبرز السلع المصدرة هي أيضا النحاس ومصنوعاته من قبل السلع المصرية التي تصدرها للمملكة العربية السعودية، وأيضا المملكة العربية السعودية تصدر لمصر سلع أخرى. أيضا الاستثمارات من الجوانب الحيوية التي يمكن أن نتحدث عنها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعد تجاوز تقريبا 8000 شركة، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق 3000 شركة، وهذا عدد كبير يعني إذا تحدثنا من الناحية الاقتصادية في علاقة بين بلدين في نفس المنطقة، فهو عدد كبير جدا من الشركات، يوفر فرص عمل من لأبناء الشعبين، يوفر أيضا مساعدات لوجستية ما بين الدولتين، يعزز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، مما يعزز ويرفع طموحات وأفق جديدة لتعاون اقتصادي ما بين البلدين، لا سيما في الاقتصادات الجديدة التي لا سيما سمعنا عنها أو بدأت بالفعل بين دول متقدمة، وبالطبع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من الدول المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، ولهما تجارب عديدة في اقتصادات مثل الاقتصاد الأخضر والصناعات الصديقة للبيئة، وهذا ما شاهدناه في الأعوام الماضية، وهذا ما تم استعراضه من قبل القيادة السياسية في مصر في الفترة التي نظمت فيها مصر مؤتمر المناخ الذي كان تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عامين تقريبا. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي حسن، وهي بالفعل نحن على أعتاب مرحلة جديدة من العلاقات المصرية السعودية تتميز بالبناء والتقدم وترتقي لوصفها بعلاقات استراتيجية في مرحلة هامة في عمر الأمتين، الأمة المصرية والأمة العربية. شكرا جزيلا ضيفي الكريم.